تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. رئاسة الإقليم تعين 10 القضاة الجدد في عدد من محاكمها، وعودة الوجبة السادسة من المهاجرين إلى كردستان. وعلى وقع تدهور الليرة، استقالة وزير المالية التركي، وأردوغان يعين خلفا له، وروسيا تحذر من السيناريو العسكري المرعب في أوكرانيا، وأربعة جرحى في ألمانيا بانفجار قنبلة، ورومانيا تحتفل بعيدها الوطني في استعراض عسكري محدود بسبب الوباء.